أكو بعد صندوق وهو الأخير رقمه 8، تقدرين تشوفينه. بسم الله، اللهم صل على مبروك أم رفل، لقد حصلت على كرسي حلاقة مقدمة. الله واديكم، الله يوفقكم ويرزقكم صحة والعافية إن شاء الله، ويخليكم إن شاء الله، ويبعد عنكم كل شر وكل نظرة، ويشافيكم شر الوباء والبلاء إن شاء الله. آمين يا رب. أم رفل عيوني، مشروعك انطلق منه رحم الله والدك، والرزق على رب العالمين، وإن شاء الله ينفتح لك ألف باب. وبوجودكم، بوجودكم خيرين. أكو سيارة تنتظرك بالباب توصلك لبيتك، وفريق رحمة ما راح يقصر وياك. رحم الله والديكم، أشكر القناة مالتكم كلها والكادر، تعبتوا ويانا وجهودكم الطيب، إن شاء الله الصحة والعافية. تفاجأ فريق رحمة بعد دخوله إلى بيت أم رفل. الغرفة بحاجة إلى عمل كبير والوقت ضيق. بدأنا بالعمل وحددنا أهم الأشياء اللي تحتاجها غرفة الصالون من تصليحات حتى تكون واجهة تليق بأم رفل. بدأ العمل بالصبغ وورق الجدران وكل التصليحات الممكنة. زين، أنتوا كجيران اليوم شلون تشوفون أم رفل؟ رفل مال خوش، حبابة، سباعية، نزمة جهالها زين. اي بالبيت والله شوفوا تعين اولادها. اي والله تعين اولادها. شوفوا احنا عوائلنا اليوم عندنا ارامل، اليوم عندنا مقدمات، اليوم عندنا عوائل شهادات. تشوفون المرة تتحمل على طاعتها. اي تحملت ام رفل والله، هواي تحملت الحمد لله. انتم كجيران شنو دوركم؟ يعني اليوم انا عندي جارتي نشوفها معوزه كذا، كان لكم دور مثلا تجوها كذا؟ اي نساعدها، بس احنا بعان بعيده عليها بالنسبه لي. شلون تساعدوها؟ يعني خطي نوبات تجيني على فلوس ماده فشي مواد، يعني خطي اساعدها الحمد لله. والشكر، هو هذا الجار للجار، واحنا وقتنا يريد واحد يسند الاخر. صحيح ان شاء الله. بس هي حاسبتنا اختي، انا اخت يعني لها دائما تقول لي انت اختي عزيزه علي قريبه علي. شويه قربيها، قربي انت. هو جار اخ طبعا. نعم جار اخ. ان شاء الله وقفتكم حلوه وياها إن شاء الله. اليوم هم نريد نوقف لها ساعة، احنا نكون نهيئ الامور قبل لا تجي، لان احنا اليوم كل المستلزمات وصلت ان شاء الله. الحمد لله، خلينا نهيئها قبل لا تجي حتى نفاجئها، لان هي ما تعرف. ان شاء الله ان شاء الله تعالى. يلا نتوكل على الله. يلا ان شاء الله تعالى. يستر عليك. الله يسلمكم. صلى على محمد. محمد وعلى محمد. لا خلينا نراي. يا الله يا الله يا الله. اللهم صل. تشوفها تفرح. اي خطيه. جيبوا لنا شيء من صحن. الحمد لله والشكر، هسه نكمل لها ونجهزها ان شاء الله. عروسة البيت هي اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. اي والله تستاهل. هاي فرحه والله، احنا هسه فرحانين بفرحتها.